السلام عليكم نقاش ورحمة بسيط. زين. الله وبركاته، مشتركي قناة معلوماتي لكفيفات، أهلا وسهلا بكم بشرح جديد لتطبيق التليجرام. تطبيق التليجرام راح نشوف الرابط مالته بصندوق الوصف تلقوه وبأول تعليق. نروح وياكم لتطبيق التليجرام. التليجرام هو تطبيق ضمن تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي، ونقدر نفتح الحساب عن طريق رقم التليفون مثل الواتساب والفايبر، أو عن طريق فتح حساب بالجيميل. تليجرام مبدل التطبيق. تليجرام نشط. تليجرام 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 التليجرام أول ما ندخل عليه إحنا تلقائيا راح ندخل بصفحة المحادثات. هو بي تبويبات، تبويبة المحادثات وتبويبة الإعدادات وجهات الاتصال والمكالمات. فإحنا تلقائيا راح ندخل وين؟ راح ندخل على المحادثات. المحادثات نلقى بها القنوات اللي احنا مشتركين بها، منشوراتها او اشخاص معينين احنا يعني متراسلين وياهم. التصفح راح يكون من اليسار الى اليمين. النشط مدينتي ما بحث عن رسائل او مستخدمين حق البحث. انا هن سويت خليت اصبعي على الجهة اليمنى فوق، راح يطلع لي البحث. البحث ابحث عن اليمن، ابحث عن رسائل أو مستخدمين التليجرام أو حسابات أو قنوات، أي شيء أريد أبحث عنه أكتبه هنا وأنطي بحث يطلع لي. النجف مدينتي مسج فورة. سعدنا النجف مدينتي، هي قناة أنا مشتركة بها. النجف مدينتي أقدر عن من برا قبل ما أدخل على القناة بالإجراءات أسحب. النجف مدينتي ما غير مقروءة. أسحب بالإجراء يقول لي غير مقروء. تثبيت. تثبيت أخليها بالأعلى مات قائمة المحادثات. كتم. كتم أكتم الإشعارات حتى ما توصلني. حذف. من أنطي حذف راح يقول لي المغادرة من القناة، إذا أحذف الدردشة راح أغادر من القناة. فأنتوا مخيرين بين النعم أو لا. طبعا راح تطلع نافذة بنص الشاشة يعني بالوسط، تتلمسوها تطلع. راح أدوس حذف. طيب. Outgoing. طية جهات الاتصال. طية النجف مدينتي مسج فور غير مقروءة. تثبيت كتم حذف. الإعدادات هل ترغب حقا في مغادرة النجف مدينتي علامة السؤال. طلعت لي قائمة بالنص، هل إذا أعطي حذف يقول لي يعني مغادرة، أقدر أغادر القناة. مغادرة القناة زر إلغاء زر. أنا أبطل إلغاء ما أريدها. تعديل زر. وبعد إيش عندنا؟ حذف وتنشيط. طية النجف مدينتي غير مقروءة. تثبيت كتم حذف. أرشيفة. أرشيفة أضيفها إلى صندوق الأرشيف. تنشيط الافتراضي. وتنشيط الافتراضي انا انطيها تنشيط افتراضي. النجف مدينتي مسج فور. بحث عن رسائل او النجف مدينتي مس النجف مدينتي مسج فور. الوصف بيان صادر عن وزاره الصحه والبيئه. هسه انا ودخلت داخل قناه النجف مدينتي، تحت عنصر شريط الحاله راح يقرا لي اسم القناه وعدد المشتركين. النجف مدينتي 65246 مشترك. عنوان الصفح معلومات زر. من اليمين لليسار راح يقول لي معلومات. طبعا هو زر غير منطقي يقول زر، بس انتم باصبعين نقرتين مطوله تمسحوا تكتبون معلومات راح تطلع عنا معلومات القناه. ادخل على معلوماتها. معلومات معلومات عنوان معلومات عنوان معلومات عنوان معلومات عنوان النجف مدينتي مشاركه الرابط https رابط القناه. اقدر انزل اي محادثه او اي شخص معين على اي تطبيق، ادز له الرابط مال القناه حتى يدخل بها. حول تنقل الحدث في الاشعارات مفعله. حول المعلومات العامه عن القناه والاشعارات ان ردنا نفعلهن او نكتمهن. الوسائل المتبادله تبليغ زر. مغادره القناه زر. واقدر اغادر القناه. طبعا اكو زر على الجهه اليسرى فوق اسمه رجوع، نقدر نطلع من هاي التبويبه. رجوع زر. رجوع رجوع نطلع من هاي زر. ارجع على محادثات وارجع على القناه. تصفح بالقناه شي يكون فورة. الوصف بيان صادر عن وزاره الصحه والبيئه تؤكد زر احتمال مشاركه. مشاركه كل منشور من الصفحه من اليمين لليسار راح يقول لي زر احتمال مشاركه. مشاركه نقر عليها نقرتين، يعني شنو؟ يعني اشارك هذا المنشور ادزه، او احدد محادثات واضيف ادزلها هذا المنشور حتى اسوي مشاركه للمنشور الموجود. زر كتم زر كتم زر 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 احتمال مشاركة فورة. الوصف بيان صادر عن وزارة زر احتمال مشاركة. شوفوا كل منشور يقرأ ويقول لي زر مشاركة، وكتم اكتم الإشعارات مات المنشور.
أريد أرجع طبعا هذا اللي يخص داخل القناة اللي أقدر أني أتوصل له. النجف مدينتي المحادثات زر. المحادثات على الجهة اليسرى تحت الشحن. المحادثات زر. المحادثات تعديل زر. هاي بالنسبة للقناة. بالنسبة للأشخاص نفس الطريقة. طيب. outgoing message. غير مقروءة. بالإجراءات أسحب. كتم. حذف. أرشيفة. حذف. حذف. أحذف مثلا محادثة ثريا راح تطلع لي رسالة. حذف من عندي ومن عند ثريا. أترغب حقا في حذف المحادثة مع ثريا علامة السؤال. يقول لي هل تريد أحذف المحادثة ويا ثريا؟ بس شنو الميزة أحذفها من عندي ومن عنده؟ يعني ثريا هم أحذف المحادثة تطلع من تدخل على التليجرام مش تلقى المحادثة اسمها حساب محذوف. أنا هي حذفتها أنا حذفتها من عندي يطلع عندها حساب محذوف. حذف من عندي ومن عند ثريا زر. حذف من عندي فقط زر. أريد أحذف من عندي فقط. إلغاء زر. إلغاء. تعديل زر. هسه أدخل على اسم ثريا. النجف مدينتي ثريا. outgoing message ثريا. outgoing message ثريا. ثريا. outgoing message read. حلول ثريا. outgoing ثريا. المحادثات زر. ثريا. أخير ظهور اثنان. تحت العنصر بالنص. ثريا. أخير ظهور 22 شوطة ما إلى 02 شوطة ما. يقرأ لي آخر ظهور. ماشي. إذا أنقر على اسم ثريا. ثريا. 15 دقائق بعد الظهر. ثريا. ثريا. أخير ظهور 22 شوطة. ثريا. أخير ظهور 22 شوطة ما إلى 02 شوطة ما. اسم. زر. يقول لي كتم. الصفح. بحث. زر. أبحث في المسجات. رسالتك. حلو. بحث. زر. كتم. زر. أتصل. زر. وأطيء اتصل. اتصل كمكالمة صوتية أقدر عن طريقها اتصل. معلومات زر. أو معلومات أدخل على المعلومات ألقى رقمها ورقم وإذا نحب حظر المتصل عن طريق معلومات ندخل نطي حظر للمتصل أو نعرف رقمه وكتم الإشعارات أو الوسائط أي شيء يخص الدردشة نقدر ندخل لهنا نشوفه. إرسال الوسائط زر زر. رسالة صوتية زر زر. إرسال الوسائط زر. أرسال الوسائط عن طريقها نقر عليها نقرتين تطلع عنا الرسائل مقاطع الصوت والفيديو الموجودة بالاستوديو نعطيها إرسال حتى نرسلها. عندنا جوا رسالة صوتية نقر الأولى ثانية مطولة مثل ما تعرفون ورسالة نصية نكتب الرسالة. المحادثات زر. المحادثات رجوع راح يكون عن طريق المحادثات. هذا اللي يخص المحادثات. بعد شبيها تبويبات بها عندنا بحث. تعديل زر. تعديل شنو؟ تعديل أنقر عليها نقرتين راح تطلع لي ثلاث تبويبات إجراءات جوا اللي هي راح أدخل على تعديل جهات الاتصال طية outgoing بحث عن رسائل النجف مدينتي طية النجف بحث عن رسائل أو إنشاء زر تعديل زر تم أكو تم على الجهة اليسرى فوق. تعديل منقر عليها نقرتين شنو؟ المحادثات إذا أريد أحذفهن أو أريد أوديهن للأرشيف مجرد أحددهن راح يطلع لي عندي إعاز اسمه الأرشيف وقراءة الكل والحذف مثل الواتساب. طبعا هنا أزرار غير منطوقة معتم بس إحنا بأصبعين نحددهن ونكتب عليهن. أول واحد فوق لهم اللي هو أرشيفة معتم زر. أرشيفة حذف معتم زر. وحذف على الجهة اليمنى يصير جهات الاتصال زر حذف معتم أرشيفة معتم قراءة الكل معتم وقراءة الكل على الجهة اليسرى يصير وبالنص أرشيف. أي شيء تردون تتخذوا إجراء مجرد تنقرون على المحادثة وتطون أما حذف أو أرشيف أو قراءة الكل وبعدين نطي تم. 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 زر. تعديل. إنشاء شنو بعد عندنا؟ إنشاء. زر. إنشاء ننشأ قناة. إذا نحب نسوي قناة مجرد نضيف اسم القناة ومعلومات حول القناة وأسوي إنشاء أو إنشاء مجموعة أضيف أعضاء يعني جهات اتصال أسوي مجموعة. هاي يخص إنشاء. عندنا التبويبات اللي بقت بالأسفل اللي هي المكالمات وجهات الاتصال والإعدادات. الإعدادات أنا ما راح أدخل بها لأن هي إعدادات افتراضية يعني لا تدخلون بها مجرد الموجود نبقى عليه. الإعدادات زر. الإعدادات إعدادات افتراضية. الإعدادات زر. المحادثات زر. المحادثات أنا داخلة بها. المكالمات زر. المكالمات اللي متصلين علي. المكالمات تم الاختيار فائتة زر زر احتمال الهاتف مكالماتك الأخيرة ستظهر هنا جهات الاتصال زر مكالمات زر فائتة زر تم الاختيار الكل تم الاختيار الكل زر طبعا محذوفة. المكالمة اللي تظهر عندي اللي أنا متصل عليها مجرد أحط أصبع عليها راح يقول لي
اسم المتصل وفترة الاتصال شقد، وأسحب بالإجراءات أقدر أطيح حذف أحذف المكالمة من سجل المكالمات إذا كانت فائتة أو مستلمة. المحادثات زر، الإعدادات زر، الإعدادات المحادثة المكالمات زر، جهات الاتصال زر. بقت عندنا جهات الاتصال. جهات الاتصال أسماء المتصلين عندي وشنو آخر ظهور لهم، يعني اللي جهات اتصال اللي عندي وشنو آخر ظهور لهم. هذا أم أسن كليه متصل مثلا، هاي الأسماء. حنين المانية أخير ظهوري قبل دقيقة، أم سامر أخير ظهوري قبل 3 دقائق. هاي أسماء المتصلين عندي، أي اسم أريده أنقر عليه نقرتين راح أدخل على صفحته وأقدر أدردش وياه أو أتصل عليه. حنين كليه أخير ظهوري قبل 6 المكالمات زر، المحادثات زر، أمل السناني أخير ظهور هدى مصر شيرين أخير ظهوري قبل 16 ساعة، شهد معلوماتي رشا أثير أخير ظهور. الإعدادات زر، الإعدادات والإعدادات قلنا أشياء افتراضية، الملف الشخصي مالتنا والخصوصية والإشعارات تبقى نفسها، ما نلعب بها، نفس الموجود نبقى عليه، لأن أي تغيير بي راح يغير بإعدادات التليجرام، لأن التليجرام ما مدعوم 100% ويا الفويس أوفر. يعني احنا عندنا مشكلة بالدردشة، من ندردش يقوم نوصل حد معين وبعدين الدردشة تخربط، فاحنا نستعين ببرايت جارد اللي تطبيق المساعد له، ندخل على الدردشات حتى نتصفح بالدردشات بصورة مضبوطة، يعني ما يتغير او يطفر. هذا كل اللي يخص التليجرام، يعني الشروحات اللي تخص التليجرام والاشياء الاساسية. تسجيل الشاشة قيد التقدم. وأنا إن شاء الله بخدمتكم على أي سؤال أو استفسار، وأهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.